انك تكسب القطن باربعه، انت سهلت على نفسك مباراه الهلال انك محتاج تكسب 1-0 بالظبط، فدي عملت ضغط عصبي اكتر ونفسي على فريق الهلال بالظبط. لان هو مش محتاج يخسر 2 او 3 بس. اللي كانت كويسه جدا اللعيب كمان اللي انا مبسوط بيه جدا مروان عطيه في نص الملعب. كنت اسالك على مروان. كسبنا لعيب كبير ليه خبره ومع الماتشات هيزيد، ولكن الاساسيات عنده موجودة. الفكره عنده وتحس ان هو موجود في النادي الاهلي بقاله فتره، يعني هو لعيب من لعيبه النادي الاهلي، شبه لعيبه النادي الاهلي، مش جاي هو لسه جاي جديد، ولكن بيتمتع بكل الصفات والمميزات بتاعه لعيبه النادي الاهلي، فقدر يخش في الفرقه بسرعه، امكانياته كويسه، وانا متوقع له كل ما هيلعب وكل ما هيبقى اساسي وهياخد ماتشات مستواه هيزيد بشكل كبير جدا. مروان كرسي تاو طبعا عشان ما نساهوش. بس مروان عطيه ايه الدور اللي بيقوم بيه في وسط الملعب؟ يعني انا شايف مروان بيقوم باكتر من دور مش دور واحد. بيقوم هو نمره واحد لاعب وسط مدافع، يعني من اول واجباته ازاي يضغط ويستخلص الكوره في اقل زمن ممكن، ازاي بيضغط على لعيبه الوسط المهاجمين بتوع الفرقه اللي بتلعب قدامنا ويستخلص الكوره، ولكن عنده ميزات بعد ما بيستخلص، لما بيجي بيتصرف الكوره تصرف الكوره بشكل كويس جدا من ناحيه التمرير، ما بيغلطش في الوسط، بصير هايل جدا جدا، عنده مساحه رؤيه كويسه، ودي نقطه مش موجوده كتير. ممكن كتير في اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده المدافعين دايما تلاقي مساحه الرؤيه تحت رجليه. يعني نقدر نقول انه ممكن يبقى ليه دور مهم في صناعه في اللعب. فانت ممكن تستفيد منه، زائد ان هو بيصوب كويس. لسه في حاجه واضح انه رجله حلوه على الجون. وانت طبعا يعني لا هو شاطر في الحته دي طبعا. طبعا شاطر كويس على الجوله اللي شاطها وجت في القايم، لان بيشوط اساسيات الشوط عنده. وانا بقول كل ما هيلعب الحاجات دي بقى انت كنت شويت كبير يا كابتن خالد، كان رجلك ما شاء الله يعني كانت عارفه سكتها مظبوطه وكمان كانت رجلي مظبوطه. المهاره دي يعني طبعا اكيد طبعا بتبقى باي ديفولت موهبه فطريه طبعا. لكن هل انت اشتغلت عليها او يعني انت طورتها او في مدربين اشتغلوا معاك عليها عشان تتطور عندك؟ لا مدربين لا، هي كانت موهبة لا. لان من وانا صغير هي موهبة عندي، يعني معظم الاجوان اللي كنت بجيبها شوط حتى من وانا صغير لغاية لما ابتديت العب مع الدرجة الاولى، ولكن كتر التمرين والشغل عليها لا اتطورت بشكل كبير جدا. وانا كان يمكن الكور المتحركة كنت اشوطها كويس جدا، ودي الصعوبة يعني اي كرة جيلي متحركة سواء على الارض سواء عالية لا كانت دي بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى موهبه كنت بشوطها كويس جدا. الثابته اصعب من المتحركه ولا العكس؟ لا المتحركه دايما بتبقى اصعب. متحركه اصعب. الثابته انت شايف الكوره ما بتتحركش انت شايفها يعني انما المتحركه لا، ممكن وهي جايه لك ممكن تنط نطه في الارض، ممكن وهي عاليه ازاي وضع جسمك يعني في كوره بتاعه عمرو السوليه في مباراه الهلال جات له واحده اتلعبت له بالعرض عند الشوط الاولاني الشوط البوكس الشوط عالي ده وضع جسم وضع جسمه طبعا الكوره دي بالشكل ده بالكوره جايه نطت وجايه عاليه كان لازم يميل بجزعه خالص عشان الكوره ما تعلاش، هو شطر وهو واقف. فهي دي بتبقى صعوبه الكوره المتحركه ازاي انت تظبط وضع جسمك على وضع الكوره لغايه لما تجيلك.